اهلا بكل مشاهدينا من جديد، بنصبح عليكم ونفكركم بسؤال حلقتنا النهارده. يا ترى ايه الموقف اللي انت من خلاله حسيت ان امك هي اعظم ام، وايه هي المواقف اللي انتوا دايما ما تنسوش ابدا فيها والدتكم؟ خلينا ناخد اول كومنت من عبد الحكيم فهيم الحايز، بيقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكم كلكم. طبعا عيد الام من افضل الاعياد، امي ربت 11 فرد في اوقات كانت صعبه، ومن افضل المواقف بدايه عملي المرتب ضاع وانا كنت زوج ورب اسره، وكانت تقول لي فداك وخد اي فلوس تحتاجها، وكفى علينا حضنها الدافي رحمه الله عليها وعلى ابي وعلى كل اموات العالم اجمعين، ورمضان كريم في جميع انحاء العالم. كل سنه وانت طيب يا استاذ عبد الحكيم. الام هي العطاء، العطاء دايما. محمد ابو روكا توب فان عندنا على الصفحه بيقول لا احد يشبهك يا امي، انت قمري في عتمه الليالي ونور شمسي في صباحي. تتكتب شعر ولا ايه الجمال ده؟ بك احيا وعلى يديك تعلمت معنى الحب غير المشروط، عندما تنظر الى امك فانت تنظر الى انقى حب ستعرفه على الإطلاق. الأم هي دقات القلب في المنزل، الله عليك، وبدونها لا يوجد قلب. أما عن المواقف فهي لا تعد ولا تحصى عن أمي. ربنا يبارك لك فيها يا أستاذ محمد، وتسلم إيديك على الكلام الحلو ده. ميار خالد بتقول صباح الخير عليكم، ماما دي مهما اتكلمت عليها مش هلاقي كلام يوصف حبي ليها ولا حب السنين يكفي حبي ليها. عايزه اقول لك انك وحشتيني وحشتيني وحشتني ضحكتك، ووحشني كل حاجه فيكي حبيبتي. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنه، اللهم امين. وكل امهات الناس كلها يا رب. استاذ اسماعيل خلف بيقول الموقف اللي مش ناسيه فعلا، انا وانا صغير تعبت، امي شالتني على كتفها لمسافه 3 كيلو متر مشيا للوحده الصحيه في قريه نائيه في ارياف الصعيد، وعلى قلبها مفيش احسن منها يا الله، وعلى قلبها كانها ماشيه في البيت عادي، ما دام شايله ابنها ورايحه تاخد بالها منه، والله يا مصطفى وعلى قلبها عادي ومنتهى السعاده، واكيد عاملاها وعن طيب خاطر. الام يا جماعه شغل امهات. محمد رحمي بقى واخد الموضوع لمستوى اخر ولليفل اخر. محمد رحمي بيرمي على قدام وعامل خطه مستقبليه، بيقول ربنا يخليها لينا، ده بيستغل صفحة صباح الخير. حاجة بتعملها أمي هي صينية المكرونة بالبشاميل، وبرضو صينية الرقاق باللحمة المفرومة، وعشان كده بقول لك شكرا يا أمي، وأنا هجيلك أول يوم في رمضان أنا وأولادي، ظبطينا بقى يا ماما سوسن. يا ماما سوسن كل سنة وأنت طيبة، ربنا يبارك في صحتك وفي عمرك، وتسلم إيدك مقدما على كل الاكل الحلو اللي هتاكليه لمحمد رحمي. الله ينور عليك، وبصراحه حلوه ملعوبه يعني. خطط مستقبليه، الناس بتبص لقدام. اخر تعليق، اخر تعليق، رضا الجنايني توفان كاتب شعر جميل بيقول امي يا امي يا نبع الحنان، امي يا امي يا بر الامان، يا نسمه حلوه يا احلى غنوه، عاشت في قلبي ونطقها اللسان، شفايفك بتضحك وقلبك بيبكي، فرحانه دايما وسعيده بضحكي، قلبك دافي ونبعك صافي، مشغولة بيا وعليا تخافي. يا سلام عليك، ايه الجمال ده؟ حاج رضا برضو رايق، ولا كلمة ولا كلمة. لا لا كانت جميل جميل بصراحة. ما شاء الله. طيب مشاهدينا احنا موجودين معاكم لغاية الساعة 10، ومستنيين نشوف الكومنتس بتاعتكم، هنقراهم ان شاء الله على الهوا. خلينا نروح بس الفاصل ونرجع تاني نستكمل معاكم باقي حلقاتنا.